اهلا بيكم معانا حلقه جديده من سفره طبيعه فضاء البلد معاكم توته مراد. هنعمل النهارده وصفه اقتصاديه وموفره وسريعه وطعمها حلو جدا، ونعمل جنبيها نوع سلطه يمشي معاها شويه. هي يعني قريبه ممكن نقول من الكوبيبه، لكن طريقتها يعني اختلاف بسيط ان هي مش بتكون محشيه، فبالتالي انا عندي كميه لحمه قليله قصاد برغل كتير. هي كفته البرغل سهله جدا وبسيطه، طعمها روعه، تقدري تسويها قلي او تسويها في الفرن او تشوحيها في طاسه مع شويه زيت، يعني بصراحه تقدري تسويها باي طريقه. طيب تعالوا نسميه بسم الله ونشوف مقادير الكفته بالبرغل، وهنعمل كمان جنبيها شويه تبوله زي ما بناكلها بالظبط في المطاعم اللي بتقدم الاكل الشامي او الاكل السوري. طيب مقاديرنا عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين من البرغل، معايا ربع كيلو لحمه دسم قليل، مش عايزه يكون دسم كتير، يعني 10% هيكون كافي جدا، مش عايزه الدهون الكتير، ممكن تخليها تفك معايا. معايا بصله مفرومه، والبهارات بتاعتي بقى كباب صيني وقرفه، بهارات لحمه، ملح وفلفل اسود، بصل باودر وتوم باودر، وشويه بابريكا. وطالما مستخدمه بصل عادي، بصل فريش، هحط البصل الباودر قليل شويه، ممكن ازود شويه في التوم لاني مش حاطه في العجينه بتاعت الكفته ذات نفسها توم. تمام. معايا بقى الخلطه للتغليف، انا مش هعمل بيض وبقسماط ولا هعمل دي ولا هعمل حاجه من الكلام ده، لكن الفكره ان انا عايزه الكفته بتاعتي يطلع شكلها من بره ناعم جدا. فده هيكون بايه؟ بان انا هعملها خلطه عباره عن ميه ونشا بس، هتديني طعم ولون من بره حلو جدا عن لما اقليها على طول بدون الخلطه دي. عندي كمان في المقادير ربع كوبايه ميه متلجه، ودي تكه بقى هتخلي الدهون عندي تربط جوه الكفته، فبالتالي هتلم معايا على طول، مش هحتاج ازود نشا، مش هحتاج ازود دقيق، مش هحتاج ازود بقسماط ولا بيض ولا اي حاجه من الكلام ده. طيب التبوله بقى مقاديرها عباره عن ايه؟ معايا بقدونس مفروم، بقدونس كتير، حبه بقدونس حلوين. معايا نعناع مفروم، بصل مفروم، طماطم متقطع صغنن خالص، نص كوبايه برغل منقوع ومتصفي كويس جدا، عصير ليمون، زيت زيتون، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وشويه دبس رمان، وخلاص ما عنديش اي حاجه ثانيه. مقاديري النهارده سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس في الاخر هلاقي نتيجه حلوه جدا. فكره الكفته بالبرغل مش هقول قريبه شويه من كفته الرز، لكن الفكره انها بترمي معايا كميه حلوه، يعني اقدر ان انا الوصفه بتاعت النهارده اعمل منها كميه واشيلها لرمضان ان شاء الله، يا رب يدخل علينا كده بالخير والسعاده على يعني الشعب العربي كله. فدي من الحاجات اللي ممكن تتفرزن، يعني ممكن انا اعمل كميه بقى كيلو 2 كيلو واشيلها عندي في الفريزر، وقت ما عاوز اقدمها هطلعها اسيبها تهدى شويه وابتدي ان انا اقليها او ادخلها الفرن تستوي. انا بالنسبه لي هفضل ان انا اعملها مقليه لاني هشكلها شبه الكوبيبه شويه، لكن مش هتتحشي. تقدري ان انت تحشيها، بنعملها خلطه لحمه مع الصاجه مع شويه قرفه، شويه جوز الطيب لو حابه، شويه كباب صيني مع بصلايه، كل ده يتحمر مع بعض، وفي الاخر قبل ما بقفل بزود شويه دبس رمان، ولو عندك شويه حبه صغنين خالص عين جمل او صنوبر، بس هو يعني سيبكم الصنوبر لانه غالي جدا، شويه عين جمل، فول سوداني، والله هيمشي برده، مش هيقول لا. اقدر ان انا احشيها الخلطه دي واعمل نفس كاني بعمل الكوبيبه بالظبط، يعني هي المقادير قريبه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس الفكره ان هي هترمي معاكي كميه كبيره. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه الكفته اللي بالبرغل، ايه الفكره بتاعتها او ازاي تطلع معايا مظبوطه وزي الفل. هاخد اول حاجه عندي ادي البصل، معلش هدوخك ورايا يا استاذ تباعي عشان ايه، هنقل حاجه هناك عشان يبقى كله مع بعض. نقطه مهمه جدا، لازم وضروري ان انت تنعمي الكفته بتاعتك، يعني ما اجيش انا اجيب اللحمه مثلا خشنه فاجي اديها فرمه وش واحد فهتلاقيها شقايب شكلها مش حلو خالص. هوريكم قدامكم نعملها ازاي وتطلع مقفوله وناعمه جدا زي اللي انا مجهزاهم قبل الهواء. طيب نسمي بالله كده ونشوف هنعمل ايه. عندي اول حاجه ادي اهو، انا برضو معلش هتاكد عشان مش عايزه ولا نقطه ميه، اهو شايفين الميه الزياده اللي بتنزل دي؟ دي انا مش عايزاها خالص، يعني انا لو كنت الحماس اخدني ورحت حطها على طول لا كانت هتفك معايا، مش هتبقى حلو خالص. فبعمل ايه؟ بصفي كل الميه اللي فيها عشان مش عايزه ولا نقطه ميه. ادي اهو ناخد كده كل الكميه بتاعتي. طبعا في ناس تحط كميه البرغل قد كميه اللحمه، دي اختياري بقى، يعني انت حابه ان انت طعم اللحمه او اللحمه تكون كتير عن البرغل ممكن مفيش مشكله تحطي
مثلا ربع كيلو برغل قصاده ربع كيلو لحمه. ممكن على فكره تستغني عن اللحمه خالص وتكتفي بس ان هي تكون كفته برغل، بس احنا من الناس اللي نحب نحس بطعم اللحمه حتى لو بسيط عشان احس ان انا اكلت لحمه، يعني عشان في البيت بس ايه ما يتخانقوش معاكي يقولوا لك انت عامله لنا اكل من غير لحمه، فنحط يا دوبك ربع كيلو 150 جرام، حتى ممكن تقللي عن الربع كيلو هيبقى لطيف جدا. ادي اهو بص بقى كل الميه اللي عندي دي انا مش عايزاها خالص، سمي بالله كده واخد كل الكميه. صباح الورد، ازيك يا منال؟ ايه الحاجات الجميله دي، وحشتيني قوي والله. انت وحشاني اكتر بكتير. انت فاكره لما انا كنت طلبت منك الكفته بالبرغل ديت كان من حوالي مثلا 3 اسابيع كده؟ انا اتاخرت ده كله؟ انت علاء الدين، انت اي حاجه احنا نفكر فيها انت تعمليها على طول. ربنا يفرح قلبك والله. انت بعد كده مش الشيف توته، انت علاء الدين. يا روح قلبي، يا دوب نفكر في الحاجه نلاقي على طول الشيف توته تعملها. قلب الام، قلب الام، والنبي انت عسل. يا روح قلبي، ربنا يكرم. ايديكي حلوه قوي قوي، وحلوه قوي التبوله، وسهله جدا. سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. اتصوري ان انا عمري ما عملتها، دايما كنت بتاكليها من بره، بفكر ان هي صعبه جدا. مفيش، كل اهم حاجه التقطيع الصغيره يا منال. قطعتي حاجه صغيره تديك الشكل الحلو ده. جوزي قاعد جنبي عمال يقول لي هم بيقطعوا الطماطم ديت ازاي. اعمل لكم ان شاء الله فيديو عن التقطيعات والله ممكن، بس على صحتي. هي متقطعه عادي؟ شايله القلب ولا من المبشره ولا لا لا لا، شايله القلب بتاعها ومتقطعه بالسكينه صغير خالص، تاخديها كده بالعرض بالطول وبعد كده بالعرض. لا بس تسلمي ليكي، عجبتني جدا. قلبك يا روحي، ربنا يكرمك ويفرح قلبك. زي الفل، صباحك زي الورد يا روح قلبي حبيبتي، نورتيني يا منال. طيب احنا بنعمل ايه بقى، ركزوا معايا. بفرم الاول البرغل مع ايه، مع البصل، دي خطوه مهمه جدا اهو، لازم انعمه كويس جدا بالحروف اهي. هبتدي انزل الحروف عندي عشان عايزه الخليط يبقى عامل زي العجينه بالظبط، عشان ما تفكش مني في الزيت وتفضل ماسكه نفسها وحلوه جدا. ناخد اهي، ابتدي انزل كده زي ما انتم شايفين الحروف اهو، وناخد فرمة كمان. عايز تبشري بصل ابشري، مفيش مشكله. كده زي الفل. ننزل بايه دلوقتي بقى؟ هنزل باللحمه بتاعتي، وعيني برضو على البطاطس اللي احنا بنحمرها ايه للتقديم، عشان يبقى الطبق كده كامل كله مع بعض، كانك بالظبط قاعده في مطعم بتاكلي الكفته الحلوه دي. نشيل كده البقدونس اللي طار، ونسمي بالله كده، ونضرب ضربه كمان. صباح الورد يا آية. ايوه ازيك يا قمر؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي لي عندك اي سؤال؟ ايه؟ عندك اي سؤال؟ قولي لي. ينفع تعمل لي ورق العنب؟ عيوني، حاضر. ندى هتكتب دلوقتي على طول الاعداد ونعمله لك ان شاء الله الاسبوع ده. صباحك زي الورد يا روحي. الو. ايوه يا روحي معاكي. انا سامعاكي والله. قولي. كلمي خال، كلمي ابن خال. اديهوني يا روحي. كلمي ابن خالي. اديهوني، اسمه ايه طيب قولي لي؟ الو. ايوه ازيك؟ طبعا. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي عندك اي سؤال؟ ايه؟ عندك اي سؤال؟ الحمد لله يا رب دايما. ايه؟ قولي يا حبيبي، عايز وصفة ايه؟ انا عاوز ورق العنب بيتعمل ازاي؟ عينيا حالا. صباحك زي الورد. شفت بقى شوية المية الصغيرين اللي أنا نزلتهم دول هيفرقوا جدا، إن هو هيربط عندي الخليط ويخليه زي الفل. طيب أنا عندي كمية كبيرة شوية على الكبة، الكبة صغننة، فبالتالي أنا هقسم الكمية نصين. تعالوا نشوف هنعمل إيه. أدي أهو هاخد كده إيه هضرب. طبعا لو عندك مفرمة لحمة هتبقى ألطف بكتير، بدل ما أنا أحط شوية بشوية. صباح الورد يروح قلبي. يا جمال ويا جمال. يا روحي عامله ايه يا قمر؟ عامله ايه؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. يا رب. وريان عامل ايه؟ جدا جدا. ليه مالك؟ الف سلامه. قلبي جامد جدا. يا روح قلبي الف سلامه عليك. تقلي طيب في الهدوم بقى، واشربي شوربه كتير. والله متقله ومبايح شربت كركديه يا روحي. الف سلامه عليكي يا قلبي.
يا رب ما اشوفش فيك اي حاجه وحشه. اول ما صحيت لقيتك مباشر، وامبارح ما لقيتكيش مباشر. معلش يا روح قلبي، لا ما اقدرش والله على زعلك، انت حبيبه قلبي. النهارده بقى ايه، لسه قايمه وببص على التلفزيون لقيت بابا جاي من هذا البلد. ليه؟ لقيت الساعه، روح قلبي هذا البلد لقيت مباشر. مباشر انا معاكوا على طول. فرحت جايه يا روح قلبي، طبعك زي الورد. ريان عايز يكلمك. اديهوني. ازيك يا طنط يا حبيبتي؟ ازيك يا روح قلب طنط من جوه، عامل ايه يا روح؟ والله انت وحشني اكتر، خلي بالك من دارين بقى عشان عيانه. عايز سايت المكرونه بالبشاميل. عيوني حاضر، هنكتب ندى هتكتب ورق العنب والمكرونه بشاميل، وعينيا ليكوا نعملهم ان شاء الله. صباحك زي الورد يا روح قلب. طيب انا هطلع البطاطس اهي عشان بس نقدمها مع الطبق الحلو بتاعنا، ونعمل الكفته حالا دلوقتي على طول. لو خدتوا بالكم من شويه الميه المثلجه اللي انا حطيتهم بيفرقوا جدا، بيخلي الخلطه بتاعتي تمسك وتبقى زي الفل. ازيك يا صفاء؟ صباح الورد يا صفاء. صباح الفل حبيبتي. صباح النور، عامله ايه يا عمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه انت يا حبيبتي؟ بخير والله، طول ما انتوا بخير. الله يخليك يا حبيبتي، جدا بيدك على الحاجات الحلوه اللي عاملاها. تسلم قلبك وذوقك، والله انتوا اللي عيونكم حلوه. تسلم يا حبيبتي. بس انا بصي معلش، ممكن صوتي بس اوصله ل... طبعا اتفضلي. من غير بس ما ارجوكي ما تقفلوش عليا الخط بعدين. اتفضلي انا معاكي اهو. ماشي حبيبتي. معاكي. انا عندي مشكله ونفسي رئيس السيسي يسمع المشكله بتاعتي. اتفضلي قولي. بصي حبيبتي، انا طبعا مطلقه ومقيمه في شقه والدي. تمام. ايجار قديم. تمام. بصيت ومن حقي وباخد المعاش، بصيت لقيت من يومين جاي لي المحضر بانذار طرد. طيب تمام. من غير ما اتبلغ. طب انا دلوقتي ماليش مكان اروح فيه، يعني ابقى ام الشابين وفي الاخر هي تتمكن من الطرد. طيب اكيد اكيد في صوتك هيوصل، دي رقم واحد. في اكيد ناس مسؤولين في البلد بيتفرجوا علينا، او على الاقل هيوصل لهم صوتك من الكنترول. طيب انا عملت ايه عندي؟ طبعا نورتيني بتليفوني. بصوا العجينه عندي عامله ازاي، يعني انا كمان لو كان ممكن انعمها عن كده كنت نعمتها، بس عشان الوقت هحط بقى دلوقتي البهارات بتاعتي. هي عباره عن ايه؟ ادي ملح، فلفل، شويه بابريكا، بصل باودر بسيط لاني حاطه بصل فريش، فمش عايزه البصل يبقى ايه طعم البصل فريش يكون ظاهر اكتر، وشويه توم كده حلوين اهو كده. نلم الحاجات دي وابتدي اعمل ايه، اعجنها مع بعض كويس جدا اهو. طبعا اي نوع كفته في الدنيا لازم يريح في الثلاجه على الاقل نص ساعه، مش اكتر مش اقل من كده، عشان الدهون بتاعتي تمسك وتبقى زي الفل. انا حطيت كمان شويه من بهارات اللحمه اهو، شايفين الخلطه بتبقى عامله ازاي اهي، شايفين الشكل بتتشكل بكل سهوله، مش بتلزق في ايدي، يعني انا بمسكها، وحتى الجوانتي بيكون متعب جدا في التشكيل، بس ما شاء الله العجينه مضمونه جدا اهي، شايفين شكلها. طبعا لو دخلت عندي وريحت كمان في الفريزر مده نص ساعه مش اقل من كده، هتطلع معاكي نتيجتها احسن واحسن. طيب الخلطه بقى اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي سر الكبيبه عموما او الكفته، اللي هي ايه الخلطه دي؟ ميه، وادي شويه من ايه، النشا، هقلبهم كده مع بعض. دي بقى هتعمل ايه؟ هتساعد ان الكفته بتاعتي او الكبيبه تبقى من بره ناعمه زي الحلوين اللي انا مجهزاهم قبل الهواء اهو. مش عايزه خليط سايل ولا عايزاه ميه قوي، يعني وسط، مثلا ربع كوبايه ميه عليها معلقه كبيره من النشا، واقلبهم كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده، نروق مكاننا عشان اشكل الكفته وتنزل على طول عندي في الزيت. تعالوا نشوف ايه الدنيا. طيب ادي عندي اهو، باخد كده بايدي اعمل كده بدل الزيت بقى، تمام اهو شويه ميه بالنشا، واخد كده اهو، وابتدي ان انا اعملها اهو اي شكل انت عايزاه. هوريكم برضو ممكن الكوبيبه تشكليها ازاي، لانها بتكون ازمه بالنسبه للناس تشكيلها اهي، شايفين؟ عايز تديها بقى مثلا حته كده زي الكوبيبه شكل اهو، تمام، واخدها على الزيت. طبعا عشان برضو انا بحاول اقول لكم تشكيلها بيكون ازاي والسوا بيكون ازاي، لازم بعد ما تشكليها كده بصوا ناعمه ازاي عندي، تدخل الفريزر نص ساعه، يعني انا هجازف واقليها على طول وان شاء الله تظبط وتبقى زي الفل، لكن لازم تدخليها تشمع الفريزر 10 دقائق. سمي بالله كده
وننزل في الزيت. حلو، الزيت مش سخن قوي. طيب دي الكفته. الكوبيه بقى لو عايزه اشكلها، شكلها زي اخد برده شويه من الميه بالنشا، واقول لكم عشان لو عايزين تحشوها كمان. ادي اهو نعملها كده تمام، وبعمل فتحه فيها كده زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا ايه ارقها اهو. ده لو انا ايه هحشيها اهو. بصوا ماسكه ازاي معايا ما شاء الله، ولا ريحت ولا اي حاجه اهو. بعمل زي فجوه جوه، ابتدي احشيها اهو، شايفين متماسكه جدا وزي الفل. بحشيها، بعد ما حشيتها بعمل ايه؟ بروح قافله كده، بلمها بين ايدي تمام، واعمل كده. طبعا هي تبقى مليانه، فالحركه دي مش هتخليها تقفل على بعض، واروح عامله كده اهو، اظبط ده. طبعا لما بتبقى مليانه من جوه بتبقى ان انت مش هتطبقيها او ان انت مش هتبهدليها وانت بتظبطي اهو، شايفين الشكل اهي. بتبقى نظبط دي كده اهو اهو، بتكون بالشكل ده. طبعا انا مش ظبطها قوي عشان جوه فاضي، فانا ايه ان شاء الله انا هعملها لكم قريب. الحشوه بتاعتها كمان مميزه جدا، بعملها انا بعين الجمل مش بالصنوبر طبعا، فبالتالي بتبقى طالعه معاكم زي الفل اهو. ناخد شويه من الميه والنشا اهو، نظبط كده الشكل وناخدها على الزيت على طول اهي، شايفين ناعمه جدا، وده اللي هيخليها تظبط معايا ويبقى شكلها حلو وطالعه زي ما بناكلها من بره بالظبط. نجيب كده اوريكم اخبار الشكل بتاعنا ايه في الزيت اهي. بصوا طالعه عندي متماسكه ازاي، زي الفل، ولا فكت ولا ريحت نص ساعه في الفريزر اهي، طالعه يعني ما شاء الله حلوه جدا اهي. النار ما بتكونش في الاول عندي بتكون عاليه، لكن بعد كده بهدي النار شويه، خصوصا في دي الكوبيبه ممكن ما تطولش شويه على النار، لان اوريدي الحشوه جوه بتبقى مستويه، فبالتالي جوه عندي في فراغ كبير، فما ببقاش محتاجه ان هي تاخد مده سوية يعني نار عاليه. بعد كده هدي دقيقتين ثلاثه وتطلع عندك زي الفل. نكمل بقى دول اهو، ناخد كده دول هناك. تعملي بقى كيلو، تعملي 2 كيلو على قد ما انت حابه، تقدري انك تعملي عشان تفرزنيها لرمضان وتبقى عندك متشاله. يوم تعملي شويه بطاطس محمره او شويه مكرونه وخلاص، يبقى الموضوع عندي جاهز وزي الفل. نكمل بقى دول اهو، شويه بقى الميه بالنشا دول سحر فعليا، بتخليها زي ما انتم شفتوا طالعه ناعمه جدا، طالعه ما فيهاش اي شقوق. الناس دايما بتتعقد من الكفته اللي فيها برغل عموما او الكوبيبه، انها بتفك في الزيت اهي، طالعه معايا ولا ريحتها قبل ولا بعد ولا اي حاجه اهو. نكمل كده دول ونبقى خلاص، وابتدي اقدم الاكل بتاعنا من غير اي صعوبة. طيب طلب مني مكرونه بالبشاميل، مكرونه بالبشاميل سهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه، الفكره كلها ان انت تظبطي البشاميل، يعني اعتقد هي التكه الوحيده فيها او الازمه الوحيده فيها هي ايه؟ البشاميل. طيب البشاميل مقاديره ايه؟ معايا معلقتين كبار من السمنه او الزبده، بشوحهم معاهم معلقتين كبار من الدقيق، لما الدقيق يبتدي لونه يغير حاجه بسيطه قوي يبتدي ان هو يعمل زي فقاعات، بنزل بكوبايتين من اللبن وبس خلاص. بقلب على النار، مجرد ما حروفه تغلي ببتدي اقفل، ان بيكون كده عندي الدقيق استوى، واظبط ملح وفلفل، رش جوز الطيب وخلاص، ما عنديش اي حاجه ثانيه. اللحمه المعصجه في ناس بتعملها ني في ني، وفي ناس بتشوح البصله الاول على حسب انت بتحبي ايه، الاثنين بالنسبه لي تمام. بحط بصلايه على النار تتبل، احط اللحمه المفرومه في نص استوى، بزود ملح وفلفل جوز الطيب، رشه كباب صيني او بهارات لحمه لو حابه، رشه قرفه بسيطه، وابتدي ان انا اشوحهم مع بعض. دي بتكون اللي هي مش حمراء، يعني الصلصه او اللحمه المعصجه بتاعتي مش بتكون بصلصه، عايزاها انت بصلصه. قدامك حاجتين، يا تزودي طماطم مبشوره، يا اما تزودي معلقه صلصه كده وتتشوح على النار وخلاص، تبقى عندك جاهزه وزي الفل. خلاص هعمل واحده كمان ويبقى كده عندي الموضوع تمام التمام. عايز تعملي العجينه دي زي ما انا عاملاها كده وتشيليها عجينه زي ما هي في الفريزر، تقدري برضو تشيليها بدون اي مشكله، تطلعيها تفك وتبتدي ان انت ايه تشكليها زي ما انا عامله، وتعملي خليط الميه والنشا، ودي افضلها اكتر. بس كده تمام التمام. تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده ونروق مكاننا ونبتدي نقدم الاكلات بتاعتنا. نقدر كمان
استاذ سبايا هنا نزلها لكم على الشاشه عشان تقدروا ان انتوا تصوروها على طول. الحاجه شكلها يفتح النفس، اكله سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها اي حاجه مكلفه كمان. اهو طلع بقى الحلوه اللي انا عاملاها ايه، نصطادها. بصوا عندي شكلها حلو ازاي، طالعه لونها اللون ده حلو جدا، مش عايزه يكون اكتر من كده، ما تغميهاش عن كده عشان تطلع معاكي مظبوطه وزي الفل اهي. بس كده اهي، لسه دول ملونوش قوي يعني، دي لونت شويه اهي، هزودهم برضو على الكميه اللي عندي هناك وبس. خلاص دول هسيبهم بقى يستووا براحتهم. زي ما انتم شفتوا اكله سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه. ان شاء الله يا رب تجربوها وتطلع معاكم زي الفل. وكل حاجه تنزل طبعا على صفحتي، بننزل اول بالحلقه وبعد كده بالليل بننزل بقى احنا ندردش مع بعض بالمقادير والصور وكل حاجه. انقل بس الحاجه دي كده جنبي اهي، ناخد كده دي عشان كمان ازود البطاطس وبس. خلاص ما عنديش اي حاجه تاني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، جربوا بقى الكفته دي، هستنى تطبيقاتكم عشان تنزل تنور هنا الشاشه باسمكم. فهستنى ان شاء الله على الخاص ابعتوا لي تطبيقات الكفته بالبرغل بتاعتنا النهارده. وتعالوا كمان نزود كده دول اهم، وادي شويه توميه وخلاص على كده، ما عنديش اي حاجه تاني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، هستنى بقى كل حاجه على صفحتي مطبخ توتا مراد. تعالوا ناخد فاصل سريع جدا ونرجع على طول لفقرتنا الطبيه.